يعني فتح عكا يا خي الخلايا النايمة، أدب السياسي الذي يقصد به تشويه السمعة. منعني أبي وأعطاني الله باب لكنيسة هو باب أشهر مساجد القاهرة. تعالوا نعرف هذه القصة. قلاوون، السلطان المنصور قلاوون. قلاوون أحد أقوى المماليك، خاصة بعد قتل قطز على يد بيبرس بمساعدة قلاوون. تولى بيبرس، وحينما كبر بيبرس في السن ولى ابنه محمد بركة خان وليا للعهد، وأراد أن يوثق عرش ابنه، فاختار له زوجة كانت غازية خاتون بنت قلاوون، هي هذه العروس التي تزوجها محمد بركة خان. ولكن محمد بركة خان لم يستطع أن يتحكم في جماح المماليك الذين ثاروا عليه، واستطاع حماه قلاوون أن يقنعه بأن يتنازل عن الحكم. وبالفعل تنازل بركة خان عن الحكم لأخيه الأصغر سلامش ابن بيبرس وكان طفلا، وأصبح قلاوون وصيا على العرش. ثم بعد ذلك انفرد قلاوون بعرش مصر بدعوى أن الصبي لا يحسن التدبير. أصبح الملك المنصور سيف الدين قلاوون وهو في نهاية الأربعين ملكا لمصر والشام، سلطانا للمسلمين، خادما للحرمين الشريفين. قلاوون اشترى 12 ألف مملوك من الجركس ودول شرق البحر الأسود، وأسكنهم أبراج القلعة، ودول هيعرفوا بعد ذلك باسم المماليك البرجية. طبعا هو اختار دول علشان خايف من المماليك من بني جنسو اللي هم من قومية القبجة. قلاوون استطاع ان هو يحقق انتصارات عظيمة ويسترد اراضي كثيرة من ايدي الصليبيين. ولكن قلاوون بقيت امامه مدينة عكا اللي كانت اسوارها حصينة، وهي دي حلقة النهاردة. عكا ليه بيتضرب بيها المثل؟ يعني فتح عكا يا خي. طبعا عكا كانت مدينة ذات أسوار حصينة، لدرجة إن صلاح الدين الأيوبي ظل يدافع عنها أكتر من 12 سنة، وفي النهاية سقطت عكا في أيدي الصليبيين نتيجة لتضييق الحصار الشديد عليها. وصلاح الدين قبل بأنه هو يدفع فدية ضخمة للصليبيين مقابل أنه يطلع من داخل عكا رجاله المخلصين، واللي كان على رأسهم أرقوش وزيره بهاء الدين قراقوش، ذلك الرجل الذي عرف بالقوة والشجاعة والذكاء والتصميم وحسن التنفيذ وإدارة الأعمال. قراقوش هو ذلك الرجل الذي بنى قلعة صلاح الدين الأيوبي. طبعا كلمة قراقوش يا جماعة معناها الطائر الأسود أو الصقر الأسود، قرة معناها الأسود، وقوش هو الصقر، ومن هنا أتت تسميته بقراقوش. طبعا الخصومة بين صلاح الدين الأيوبي وبقايا الدولة الفاطمية في مصر متمثلة في الخلايا النايمة، وكان على رأسهم رجل أديب وشاعر وخطيب مصري يسمى ابن نباتة المصري، وغيره الكثير ألفوا كثيرا من القصص الخرافية وألصقوها بقراقوش تتهمه بالغباء وأنه لا يفهم ولا يستطيع أن يتفاهم مع أحد، ولكن هي كلها من الأدب السياسي الذي يقصد به تشويه السمعة، لأنهم إذا نالوا من سمعة قراقوش فسيستطيعون أن ينالوا من سمعة من عينه وهو صلاح الدين الأيوبي.
الآن تفكير قلاوون في إنهاء الوجود الصليبي في عكا، ولذلك جهز الجيش لقتال هؤلاء وحصارهم وإسقاط المدينة في يديه. ولكن في طريقه للخروج مرض مرضا الموت، وكان ابنه الأشرف صلاح الدين خليل ابن قلاوون في نهاية العشرينيات من عمره، فتولى الحكم من بعده رغما عن أبيه، لأن والده قلاوون عاش مأساة، فقد كان له ابن يسمى إبراهيم وكان وليا لعهده، ولكن إبراهيم مات فجأة بعد أن أصبح وليا للعهد بعدة سنوات، وكانت الشكوك في قلب قلاوون تشير إلى ابنه الآخر خليل. ماذا يصنع الأب إذا قتل ابنه الثاني ابنه الأكبر لكي يصبح وليا للعهد؟ ولكن قلاوون لم يمتلك أدلة كافية لإدانة خليل، ولذلك امتنع قلاوون طوال حياته عن ترسيم ابنه خليل وليا للعهد، حتى مات. فتولى خليل الحكم بعد وفاة أبيه وقال: منعني أبي وأعطاني الله. وهنا يبدأ الانتقام السياسي خليل من خصومه الذين كانوا يحيطون بأبيه قلاوون وكانوا لا يؤيدون أن يصبح خليل وليا للعهد. استطاع خليل أن يفتتح عكا وأن يخلصها من الصليبيين وأن ينهي وجود الصليبيين فيها تماما، وكان هذا العمل إنجازا عظيما ينسب إلى الأشرف خليل ابن قلاوون. ولكن الأشرف خليل بنى مقبرة خاصة له كي يدفن فيها بعيدا عن مدرسة أبيه، ونتيجة لصراعه مع مماليك أبيه الذين ظن أنهم كانوا سببا في إقصائه عن العرش، بيت بعض المماليك له النية لأنه كان قاسيا في معاملة المماليك، وانتظروا حتى خرج الأشرف خليل للصيد في محافظة البحيرة في مصر، وهناك وهو في البرية قاموا بقتله وتركوا جثته في العراء. حكم خليل 3 سنوات. أعظم إنجازات خليل في هذه السنوات الثلاثة أنه استطاع أن يقضي على وجود الصليبيين في عكا. وهنا يتم تولية أخيه الأصغر الناصر محمد ابن قلاوون، وكان لا يزال طفلا، فتم تعيين مجلس وصاية على العرش، واستطاع المشرف على عرش الناصر محمد ابن قلاوون أن يخلعه ويجلس على كرسي السلطنة بدلا منه، ويقوم ببناء واجهة هذه المدرسة التي تجاور مدرسة منصور قلاوون. ولكن استطاع الناصر محمد وبمساعدة شعب مصر الذي كان يحبه وأيضا بمساعدة رجاله أن يسترد ملكه من هذا الغاصب ويشتري هذه المدرسة ويكمل بناءها. ما يعنينا الآن في هذه المدرسة هو هذا الباب. هذا الباب هو في الأصل باب لكنيسة عكا. عكا مدينة حصينة. انظروا لهذا الباب، هل تتخيلون أن باب كنيسة وضع هنا؟ باب لكنيسة هو باب أشهر مساجد القاهرة.